زياد دقيقة دونك زياد دقيقة 37 سنة في القراية كنت قد خديت الباك بعشرة معناتها فصل بعشرة فصل قريت في اللوتيري وكنت مقتنع ليه؟ كملت في اللوتيري ولا؟ كملت في العائلة نبداو حاجة لازم نكملوها حتى كان ما نحبوهاش أبخي أون باس أوت شوز فهمتك قريت في اللوتيري خاطر كنت عندي قرار كنت مغروم بالميكانيك ملينا صغير كنت عندي موتور كنت عندي حاسيلو يا ما نعمل انجينيور ميكانيك سامحني موتور ولا موتور 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 وموتور زوز وحتى نشاركوا مع صحابي نشريوا موتور فهمت ونوتيليز ومن بعد كان نفركوها ونكتشفها كيفاش كنت نقرا زادا كيفاش المحرك يخدم الى اخره بعد ما كملت قرايتي علاش عملت لوتيلغي خاطر بابا كان شريك في نزل في تونس وقلت ياما نضمن مستقبلي ونعمل اون بون ايكول ياما نعمل حاجه اللي تعجبني اما انا متوسط فيها خاطر ما كنتش قوي في القرايه وانجينيور اون ميكانيك il faut être bon في المات وانا كنت متوسط يعني 10 11 12 ماكسيموم كاو دونك خديت القرار تاع ضمان مستقبلي لكن ما كنتش فرحان معناتها كملت قرايتي و البرة مشيت نقرا البرة كنت سيرفور دون دي زوتيل البرة كنت في الكوجينة معناتها شوية تحديات هكا ومن بعد ما كملت قرايتي روحت لتونس حبيت نعمل اون شين دو فاست فود خاطر ما كانتش موجودة هذا في 2004 شين دو فاست فود ان كونسيبت اللي هو تابع قرايتي اما خير من لوتيلغي معناتها حاجة تعجبني أكثر على الأقل اون فرانشيز دو ريستورون حتى ديما وقت نحب نبدا صغيرة ما ديما طموحاتي كبار دونك حتى قلت نعمل مطعم وي مي يفو لو فرانشيزي معناتها ماكدونالد باش تجيب فوالا انا حبيت سيتي فوالا اون شين دو برجر اما ميد ان تونيسيا مي با ماكدونالد انا ضد لي مارك اترونجير هاك قلت فرانشيز انت تو لا فرانشيز تونسيه ريت اه انت باش تولي فرانشيز بيان سور علاش ليه؟ لعبت بيه فما برشا دي فرانشيز ريت هذا ريت حتى انت تو خممت فرانشيز في مخك ماكدونالد برجر كينج كذا تعرف علاش انا نقول هو مش موضوعنا خاطر انت مشيت في الكراهب من بعد اما من الاول واحد حتى يعمل فرانشيز من الاول يحل حانوت ولا يحل معناتها نقطه بيع ومن بعد يحل الثانيه والثالثه ومن بعد يولي يخمم باش يعمل فرانشيز هذاك علاش انا قلت لك معناتها قمت قعدت به كم انا قرايتي تبدا بنقطه بيع صغيره اما لازم الكونسيبت وتحضر كل شيء باش ماكش من بعديك تخمم كيفاش باش تكبر حضرت البنيه التحتيه كما نقولوا لي فونداسيون باش تكبر حسيلو دونك بديت وقت روحت لتونس بديت الدراسه نتاعي معناتها وتحل اون فان كونت ريستورون هذا ولا؟ لا ما تحلش الحمد لله قبل ما يتحل سافرت في جزيره اسمها واليس اي فوتونا اوكي؟ واليس؟ واليس اي فوتونا في الباسيفيك جزيره صغيره برشا معناتها تابعه فرنسا فوتونا اي فوت واليس اي فوتونا جوج جزر معناتها قرب لبعضهم وهذيك قابلت بالصدفه راجل اسمه غوني بوش كان يصنع في الكراهب كراهب كانوا مصنوعين في الثمانينات والتسعينات سابيلي جيب دالاس وقابلته فريمون باغ هازار مع خويا خاطر وقتها كنت صغير كنت عايش في حمامات كانوا الكراهب هذوما موجودين سي دي فواتور دو بلاج سيارات سياحيه معناتها سياحيه معناتها تاع البحر وكل ديكابوتابل وكل دونك قربت الكراهب هذه قعدت نغزلها قال لي معناتها جزيرة صغيرة معناتها العباد يحكيو مع بعضهم معناتها سي با أمبيونس ريلاكس معناتها دو فاكونس وبدينا نحكيو قال لي تعرفهم الكراهب هذوما قلت له وي وقتها كنت صغير قال لي أنا نصنع كنت نصنع فيهم بون أنا ما صدقتوش بطبيعة الحال بوغ موا كونستركتور أوتوموبيل سي معناتها حاجة إنكسيسيبل وما تنجمش حتى تقابل أن بي دي جي وأن فونداتور هكا وبدينا نحكيو نهارين ثلاثة أيام ونجم نقولوا شربت له مخه معناتها أنا وخويا باش ناخذوا أونتخ بين ظفرين العلم نتاعو شكون اكبر انت ولا اخوك؟ انا اكبر منه فهمت واخوك مع خاطر انتم نعرف انتم شركه زوج في شركه هكا ولا اخوك شكون يعمل وقت؟ خويا مازال يقرا حقوق فهمت ومازال معناتها ما روحش لتونس روح ثلاث سنين من بعدي فهمت وهكا هو دونك روحت لتونس نسيت هذا حكايه الفرانشيز وكل وهو فسر لي كيفاش بصفه تقليديه وبامكانيات يعني متواضعه اون بو دوفنيغ ان كونستركتور اوتوموبيل بطبيعة الحال هذا كان حلم وبديت الدراسة نتاعي يعني تقصد انت معناتها الارتيزانة نتاع صناعة السيارات اكزاكتومون فهمت خاطر وقتها وبديت نقرا في التاريخ نتاع هذوما الشركات الكبار كيفاش بداوا البداية نتاعهم الكلهم بداوا هكا دون ان بتي كاراج
اللي نشغل كلهم بداوا بحاجه صغيره. اما سامحني كلهم بداوا عام 1900 وشويه. يعطيك الصحه. انت وقتها فوالا دونك انا بديت عمري 23 سنه وقلت جو سافي كو على الاقل عندنا خمسه سته سبعه سنين تاع تحديات كبرى. وهذوما التحديات لو بلو جون تو ديمار لو ميو سي. معناتها هذا المشروع بالصعوبات اللي عديتهم الكل نعاودوا تو تقول لي عاودوا نقول لك لا. ما عندكش جهد. ما عنديش جهد. سي تري ديفيسيل ولو فات اللي كونه ما كنتش في الميدان هذا ماهوش اختصاصي احسن اش معناتها ما شفت وقت بديت ما شفتش الصعوبات شفت كان لي زوبورتونيتي وشفت جوست لا فان معناتها ما كنتش نخمم في تو لي بروبليم تكنيك ادمنستراتيف الى اخره شركه وقتاش تعمل في 2000 تاسست في 2006 اما بديت في 2005 وال الكرهبه نتوقع وانه باش من نهار اللي عملت الشركه ونهار اللي عملت كرهبه بالحق ودورت الكونتاكت وتخدم قداش حبلك وقت؟ ساعه تجم تدور الكونتاكت وتخدم الكرهبه ما ماهيش كامله دونك هذيك باش تدور الكونتاكت ديجا عامين اما باش نقدموها للسوق احنا قدمناها عملنا الشركه 100% للتصدير خاطر من الاول بطبيعه الحال الاداره ما امنتش اللي كونه شاب تونسي يجم يعمل كرهبه معناتها قالت لنا اخزر تو نعطيك الرخصه خاطر مرشتنا بالعربي وماشي جاي على الاداره عطاونا رخصه لكن 100% للتصدير وهذايا كان تحدي وحاجه باهيه في نفس الوقت خاطر عملنا اول سياره تونسيه لكن تطبق المواصفات الاوروبيه وبدينا نصدروا فيها في فرنسا قبل ما نبيعوها في تونس. اسمعني بالمنطق معناتها كانوا السلطات الفرنسيه معناتها والسلطات الاوروبيه اعطتك المواصفات وقابله كرهبتك. ما تصورش اللي السوق التونسيه تنجم ترفضها بعديكا اون فوا كو السلطات الفرنسيه عطاتنا بطبيعه الحال في كنت كنا في 2009 فكر اللجنه في الحزب في الحزب القديم لجنه الشباب عشان قلنا انت شاب وقتاش خذيت المواصفات ما تقبلش 2009 جان في 2009 لوتوريزاسيون باش نبيعوا في السوق الفرنسي وكنت واثق اللي باش تاخذها لا اخزر هذه اسمها سياسه المراحل ما تنجمش تبدا مشروع كبير كي من هذا وتشوف معناتها بصفه شامله اش باش يصير. معناتها كنت نخمم بالمراحل وفي مدى قصير زاد مش كنت عندي رؤيه كبيره كونه نعمل مصنع تونسي يولي ان شاء الله اون ريفيرونس ان بنش مارك ديسي 15 20 30 ans لكن نبداو توا باش نبداو نبنيو المستقبل. كيف بديت في 2005 قداش قلت الاستثمار هذايا قداش يلزمني؟ الكابيتال في 2005 80,000 دينار واحنا وقت بدينا كنا قلنا البروتوتيب باش نخرجوه نهزوه المعرض الدولي في باريس باش نستثمروا ماكسيموم 150,000 دينار دونك قلنا سي فاسيل دقيقه سامحني سامحني حاجه سهله 80 مليون خذيتهم من عندهم كوبوك فاش عملت 80 مليون خذيتهم من عندي 50 مليون كنت عندي 50 مليون بابا كان معايا زاده ومن بعديك وقت استحقينا اكثر دخلنا عباد يعرفونا ما امنوش برشا بالمشروع امنوا بالحلم وامنوا بينا يعرفوني كو جو سو كيلكان سيريو اي دونك ايزون كرو ان مو اما كي تقول عطاوهم لك كلمة فوالا معناتها تشجيع تشجيع فوالا تشجيع وان تون كانت تنجح معناتها حاجه كبيره ال 50,000 دينار هذم سي ميز ايكونومي مليانة عمري 11 سنه معناتها مليانة عمري 11 سنه مليانة عمرك 11 سنه وانت تلم نلقط مش ندم نلقط مليانة عمري 11 سنه جو غاماسي دي بتيت زيكونومي معناتها اي اون 10 سا في بوكو معناتها كل اخر عام جافي 500 600 800 دينار كانوا يسميوني قرنات بو امبورت مي انا كنت عندي ان اوبجيكتيف وافتخر قرنات وافتخر قرنات وافتخر فهمت دونك خاطر جافي با معناتها من السهريات سا مانتيريسي با معناتها دونك جو والخرجات سا مانتيريسي با دونك تو سكو جو بوفي فوند حوايج ما عادش نستعملهم نبيعهم يتمنكوا عليا صحابي ها ما عادش نبيع توا سيدي اسمعني توا توا ما توا بضحك ولعب من 50 مليون كان يتم اون فالوريزاسيون معناتها تثمين الشركه نتاعك قرابه 40 مليار هكا بضحك ولعب ساعه نحب نحب نصفق ساعه معناتها برافو دي ليزامبل دو ريوسيت فريمون برافو اسمعني Pour valoriser une start-up ou voilà, une entreprise, il faut faire une levée de fonds. Ils ont investi sur la base de l'investissement. Donc, c'est à travers la valeur qui a été valorisée 40 millions. Je suis en train de dire que ça a été 40 millions. La base de la valorisation, c'est que
كيفاش وصلنا مع ديك دونك دونك بالاستثمار حتكشي كيفاش بدينا معناتها ننجو معناتها لا خلينا نبداو في خلينا نقعدوا في العموميات في اللي يتهم العباد دونك بدينا ب 50 مليون وانت ماكش 80 مليون ب 80 مليون وانت ماكش من الميدان معناتها وانت واخوك اخوك كمل قرايته ومن بعد خلطت عليك ولا خويا خلطت عليا في 2013 جات فتره وانه الفلوس شاحت معناتها ما يلزمك بوندون على الاقل 6 7 سنين الفلوس شايحه كل اخر شهر اي معناتها كيفاش شديت معناتها كيفاش شدينا لو برومي انفستيسور نتاعنا هو حرفانا نو كليون شعملنا التضحيه الكبيره من 2005 الى 2008 في 2008 وقت مشينا المعرض في باريس قلنا باش نوقفوا الاستثمار ونوقفوا الريسك هذا يا خاطر اوكي حضرنا البروتوتيب اما كان ما تعجبش الكهرباء وكان العباد سامحني بالكلمه يتمنكوا علينا ولا السوق معناتها ما فماش طلب. معناتها سامحني مشيت سالون دو لوتوموبيل؟ في باريس بطبيعه الحال. وانت ما عندكش عندنا كهرباء بروتوتيب بيان سور، اما كنا عندنا مصنع صغير 500 500 معناتها هذيك هي الواليس اللي معناتها نقولوا بنسبه ما عرفتش الواليس اللي نراو فيها توا بنسبه قداش اللي مشات لا هذيك اللي تراو فيها توا هذاك الموديل الثاني توا احنا اعطيني الموديل الاول كامل الموديل الاول معنا منه 2200 لا معناتها بنسبه قداش حاضر اللي هزيته لفرنسا حاضر 100% هذاك هو اللي ماديكا صنع لو بروتوتيب لو بروتوتيب هاك هذا الاحمر اللي تشوف فيه هذا سيتي لو برومي هذا ريت هذا مزوز هذا في المعرض الدولي في باريس هذا والله نجم نعطي راي ما عنده حتى علاقه لا واضح انا فادلك علي لا على خاطر نحب نقول لك حاجه انا ما كنتش نعرف الموديل هذا نعرف الموديل الجديد جديد اوكي معناتها هكا ماديكا تنقص اي خلي ما تقصش اما يظهر لي والله الموديل هذا محبوح اكثر يعطيك الساعة وخزة ليت لي زوروبيان الوقت كنا لي زوروبيان الموديل هذا يعجبهم أكثر الموديل الجديد عملناه أكثر للسوق التونسي خذينا توت لي كريتيك ولي فيدباك نتاع التوانسة نحبوها أكبر نحبوها فيتري إلكتريك نحبوها بلوس دوبسيون نحبوها بي إس حسب إلى آخره وعملناها للسوق التونسي هذايا باش نعاودوها إيزيس دو بشوية اسمها دون دو زون للسوق للتصدير في أوروبا خاصة علاش؟ les européens عندهم ثقافه كبيره نتاع السيارات وقت يشوفوا كهرباء كيفاش نقولوا تري سامبل كيما جيب بويون الكادرون تاع 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 عندهم لا نوستالجي دو سي موديل دونك هذا السوق و لي زوروبيان الكرهبهم لي كونستركتور نتاعهم ولاو برشا افيك بوكو تكنولوجي يا مارشي حتى في الكهرباء الصغار كلها فيهم كل شيء حتى الكهرباء الصغار نتاعهم يدخلوا تكنولوجي فيهم كل شيء واضح هي فهمت هذوك لي زوروبيان يزمسا احنا في تونس وفي البلدان نقولوا ايمرجون مازلنا معناتها عاتشين ولا كيفاش نقول مازلنا نستحقوا للتكنولوجيا مازلنا ما تعاطشين كما قلنا للتكنولوجيا ولا النيش ماركتينغ هذايا ولا النيش ماركتينغ النيش ماركتينغ اللي لقيتها هذايا انت في اوروبا ما فما حتى مصنع كبير في تنبيه هذا سؤال به مصنع الله فيك انفان والله مقبله وانا يبارك الله فيك زياد المصنع الكبار احنا دخلنا في نيش اوتوموبيل كيتي ابوندوني باغ لي غران كونستركتور علاش مصنع كبير لي فري دو ستركتور نتاعو دانجينيوري نتاعو ما ينجمش يعمل سوق صغير هكا ولا سوق صغير معناتها سوق اقل من 10000 سياره في العام ما تعنيهوش ما تعنيهوش احنا ندخلوا في النيش هذوكم خاطر بلاتفورم تونيزيان يعني تسمح دي بوتيز انفستيسمون احنا اوني باكي باغ ان غران كونستركتور مانيش باش نسميوه اوروبي لو بروميي كونستركتور اوروبيان بوجو دوزيام بي اس اي سميتو انت كنت تحب دونك مع بي اس اي عطاونا الثقة معناتها ils nous ont fait confiance مش خاطرنا كبار خاطر ils ont vu qu'on était sérieux ils nous ont donné leur moteur وحنا عملنا كل شيء الباقي مشاريع ما نجحوش في العالم العربي خاطر سي با كون كيستيون دارجون راه تنجم تبدا مشروع هذا ب 1000 مليار دينار وما تنجحوش سي لو بوزيسيونمون كي كونت ما تنجمش تنافس بي اس ا تويوتا توت سي مارك الميزانيه نتاعهم شيف دافير اكبر من تونس وجزائر ومغرب واضح ont des chiffres d'affaires de 200 milliards d'euros. Okay? C'est plus que le budget de l'Afrique du Nord. Donc il faut rentrer dans des choses qui ne les intéressent pas. Ou t'es plus grand. Les machines qui sont arrivées, si vous êtes en Saoudi ou là, peu importe, le rôle de leur était l'intégration. Voilà. Pour les nefs ou les chériquettes. Et ce n'est pas possible, donc fais-le. Et nous avons été متواضعين برشا, et nous avons été متواضعين خاطر معناتها الطريق طويل برشا. وحتى كان فما نجاح معناتها غولاتيف سافغين دير نجاح
il faut toujours rester humble face aux défis كبرى. اليوم قداش من كهرباء تخرجوا في العام؟ توا القدرة الصناعية نتاعنا 600. 600 600 سيارة في العام. 600 كهرباء في العام. والموديل القديم هذاك باعنا منه 2200 والموديل هذا الجديد باعنا منه ابخي 250 دينا في 2017. حسب رأيك أنت نتصور راك عامل شوية دراسات وكذا لي بيرسبكتيف دو كروسونس حتى وين ينجموا يوصلوا؟ أعذر مش حتى وين ينجموا يوصلوا وين احنا نحبوا نوصلوا الشركة. احنا اون فو ريستي ان كونستركتور سور لي 10 بروشين زاني اللي يعمل اقل من 10000 سيارة خاطر البيزنس موديل هذايا 10000 سيارة راهو لا تسمى في تونس تسمى حاجة كبيرة انت القدرة الصناعية نتاعك قداش؟ تو القدرة الصناعية نتاعنا عندنا تو قلت لي 600 600 اما عندنا برنامج استثمار تو مع ان فون اللي باش يدخل معنا باش تولي القدرة الصناعية 2500 معناتها حتى ال 10000 ما توصلهم فوالا ميسالش هذا قلت لك من هوني 10 سنوات وقتها تكبر برشا في صناعه السيارات وبصفه عامه دون لاندستري قد ما تكبر قد لي مارج يوليو اصغر وقد تولي تخمم ان طونك بار دو مارشي لي ميور كونستركتور كيما فيراري اللي هما يعملوا اقل من 10000 سياره سي لي بلو رونتابل فيراري تعمل 7000 سياره في العام وبطبيعه الحال فيراري تعمل 200000 Je fasse une petite citadine qui s'appelle Ferrari, Neskolbchina Xualia. Donc, c'est un positionnement qu'il faut avoir pour être bien placé dans le marché. Quoi? Je t'aime. Rien à chier. Qu'est-ce que tu as dit? Madame. Donc, quand tu as dit que tu as 4 ans et que tu es en train de faire le باش الكهرباء نتاعك خاطر الثنيه طويله معناتها اربع سنين باش صناعه الكهرباء مشيت بها للسالون دو لوتوموبيل في فرنسا مازال ما عندكش حتى حد ما هو مصدق لك على المواصفات لا في تونس لا البر البر بدينا البروسيسوس اي اما وقتاش ستقولك على المواصفات نتاع الكهرباء اربع شهور من بعد المعرض نتاع باريس اربع شهور من بعد معناتها هي المصادقه في حد ذاتها اي كلي بيبان تحلت معناتها خاطر قبل كانوا معناتها كان وارد صلحني كان انا غلط كان وارد وانهم العوام اللي عديتهم تخدم على الكهرباء الكل يمشيوا صحيح هكا ولا لا صحيح معناتها اللي نتصورك تنفست معناتها من بعد كيف خذيت نفسنا فما زوز مراحل تنجم تاخذ المصادقه وما فماش سوق اوكي ما عملناش دراسه هنا كيما انت بديت ما عملناش دراسه بدينا قلنا سافا با كوتي شير فينالمون سا كوتي 10 فوا بلو شير وحمد الله وقت مشينا في باريس في الكراهب في سوق الكراهب عادة في السوق الدولي في الكراهب في المعرض الدولي تنجم تقدم بروتوتيب اي تو برون دي زافونس عندك دي كليون يقول لك ماذا بيا نشريها وقتاش تبداو تنجو خذيت دي زافونس؟ خذينا 500 كوموند ونا بو ليفري سولمون 70 فواتور معناتها على 500 ونا ليفري 70 والعباد اللي عطات فلوسها عطاو 1000 اورو اون موين معناتها سامحني 1000 اورو نتاعي وين كرهبتي فوالا تخيخ تو نجيو دونك هذوك 70 فما عباد كي نوزو ميم با دموندي فما عباد ما طلبوش فلوسهم تبعونا وشافوا لو بروسيسوس كو سيتي كومبليكي فما عباد طلبوا فما عباد ما طلبوش دونك تنجم تقول رجعنا 50% دو لارجون وفما 70 هذوكم نوزو بيرمي دو كومونسي افونسي ومن بعديكا بانك عاونتنا اي دوتر انفستيسور سون رونتري دونك سيست المراحل دونك من الاول بدينا بروتوتيب وحدنا مشينا لباريس خذيت دي زونجاجمون معناتها انت اوبليجي خذيت دي زونجاجمون وانت حتى المواصفات ما عندكش ما تنجم حتى الكهرباء في الاخر تصنعها وتقول راك ما عندكش حق تسوقها في فرنسا ما عندكش حق تسوقها في ايطاليا ما عندكش حق تسوقها افون دو بروند سي زونجاجمون وقبل من ما نحضروش كهرباء ونمشيو نقدموها للسلطات الفرنسيه انا سكون ابل ان كونسي اون هومولوغاسيون اللي تبعنا من بدايه المشروع معناتها هو معناتها المؤسسه الشراء اللي تعطيك المواصفات هذه اللي تعطيك الهومولوغاسيون تبدا تتبع فيك من الاول من الاول بكل ملي تمدلها بيانوات معناتها وكذا معناتها نتاع بطبيعه الحال نو سي ترو ريسكي سينو هذاك مش حتى انا قعدت بيت لا 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 قلت والله قد نصيح معناتها لا 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 بدينا فهمتك فوالا بدينا بطبيعه الحال وقالوا لك هما معناتها كان الكهرباء تجي كيما البيانوات اللي ما ديتهم هذوما راهو نورمالمون سي بون ستقول لك على المواصفات وتنجم تبيع بالضبط قبل ما مشينا المعرض تو هكا اي هكا هذاك علاش انا قبل قلت لك تنفست خاطر الناس قالك تاخذ في ليزافونس وحال المعمل في تونس وكذا وما فما حتى شيء باغ كونتر الحاجه اللي احنا ما كناش نتوقعوها
c'est que 500 commandes, c'était حاجه كبيره اللي نحنا عملنا مصنع اللي يجي الاولاني في سيدي داود ما ينجمش يفوت 50 60 كهرباء في العام. دونك تفاجئنا بصفه ايجابيه ودونك بدينا نستثمروا ونتنافسوا قلنا فما افاق وفما اون دوموند فما سوق ما قعدناش نخدموا وحدنا كي المهبله وخرجنا وقلنا ان شاء الله تنجح دونك تكنيكمون فنيا الكهرباء صدقوا عليها السوق فما طلب وبعديك الاستثمار يجي وقتها فما اون دوموند وتقنع عباد وعندك مينيموم دو ريزو دو سافوار بيان سور تقنع العباد مهما ما فاتش تحديات راهو هذايا مش تصنع كهرباء وسيي وبديت تصنع وعندك دي كوموند سي فيني سي با اوسي سامبل كو سا بعديك صاروا مشاكل اخرين وكهو ما وصلنا في تونس وليت الكهرباء نتاعكم ولات معروفه في الخارج معناتها تعملوا لي سالون كيفاش تتم عمليه التسويق في الخارج اون جينيرال سي دي لوور دو فواتور لي لوور دو فواتور في جزر انا كبرت في جزيره اسمها سان مارتن لذلك نفهمهم الكهرباء هذا مثلا في السوق التونسي وقت شافوها الكهرباء قال شنو هذه وعلاش و الكهرباء ما عندهاش ما عندهاش بيبان وكذا معناتها من الاول كانت حتى من غير بيبان راه خاطر المواصفات في فرنسا يسامحوا كونه عندك كهرباء من غير بيبان بيسكو لا سانتور دو سيكوريتي اوبليغاتوار دونك اوني بارتي عملنا ان كونسيبت دو فواتور سوبر بازيك كنا نعملوا سياره بازيك فيابل مي نبداو نحطلو معناتها الدوا دون لونغرناج باش نبداو نفهم كنت حاب تعمل كل شيء من الاول خاصه في الميدان هذا تنجم تقعد تستثمر دي ديزان دي سنتين دو مليار وتقعد 20 سنه تخدم وتعمل شيء شنو هو السؤال نتاعك نسيت السؤال نتاعك شوف التقرير نتاعك شنو السؤال نتاعك نسيت؟ السؤال نتاعك شوف التقرير نتاعك. صح. صافا؟ بيس. قلنا 10 تولينا أكثر من 50 ما عرفتش قداش. مش بالضبط نقول لك. تطورنا على قبل. صافا كيفاش الطريق الحمد لله صافا كيفاش ستي صافا نمشيو نشوفوا التيران هاي نمشي زيد تعرفت عليه عندي توا عمي لقينا حتى صعوبات في انجاز المشروع بتاعه وكانت المعامله مع زيد سهله برشا سي كيلكان دو تري سامبا كجون ما نكذبش عليك معناتها كان تشجيع كبير برشا يعني حتى احنا كانت برمي المعاملات نتاعنا ما عادش نعامل فيه ك كليون معناتها برمي لي كليون تاعنا فهمت دينا نخدم وتعرفت عليه يعني كوكو جان ولقيته معناها ربما لي ديفيرون معناها لي ديناميك اللي معناها لام سون ترافاي اللي يحب معناها يعمل برشا حاجات معناها طموحاته كبير زياده دايوغ نتقاسموا الشيء هذا انا وياه كنا رواحنا نتفاهموا في الاكثريه في الشيء